وبه نستعين. الإخوان كان جيش المرحلة إيش المرحلة تسمى إيش النهار غنغضي بها عرشان النهار ذي يضناض إيش النهار واسن تجيبو الميثار خذ ور إيش الحالة عماس وتنتسوى توصل وتتحمى يوذان تحمى يوذان خذ ور تعنى عمودي يوذان تذور تشتم يوذان تذور تذفق يوذان الخوف الحالة كاتب العام للمنظمة المنظمة الديمقراطية للشغل المنظمة الديمقراطية للشغل أثر رزقتي بالعام خزام يدس يخدم القايد خزام اللي ويسبي واسي الجميل واسي يلي خزام اللي ذيك المقاطعة المقاطعة القائد الناس المقاطعة الثانية خزام اللي هو الخو كان الجيش الحالة ذا رزق دي حالة لا مثيل له إيش الحالة الطم قرنتي إيش الحالة واسي بلا إيش الحالة إيش الحالة شين عمص وتنتسوى غتير موزي السلطة وغتير زكوينات ذا قوة المساعدة خو خزام يدس يوقع نخون الشين زي الحاله دا غيوقع السلطه دا غيحمد السلطه دا غيتعنى عمون السلطه زي كاتب العام ايجان ديال المنظمه الديمقراطيه للشغل زابي دا سيوقع انا كي القايد ويجي سبي وذان ويجي من ويجي من القاكتين ثلاثين وذان روح كنس المحاضق عم اللي خصنا البسن هذا البسن قضيه كالقضيه قال شتي وشا ان كامين داين ثلاثه ابني غنلفا غير المحكمه انا حال كوميساريه هذا واحد جن قايده واصيص ناخو هو كيسي قدعو كيسي اداسن اداسن قايده نشي النهار غيقل المحاضر النهار غيقعد الشي كاين هذا استعمى هذا استمع للبوليس بوينات نشينا كامين داز ديال المنظمه المنظمه نسرسق ثاني تكبر بإزريا خل افعالها يتك السلطه المحليه وانت تندوا غيقني وذاني تغيرني وذان غابري دوا يتنظم دوا يتقن وايد ور يتكيش الكارثه يندو قسم عندي الكارثه ديال ديال النظام قاع البشاره يتعاني هند غاتمسي مره وهندي يتعانن هو هذا البشاره تندي النظام يوديش الخشونه يوديش من السيد البشاره كان في جنب ديال النظام يوديش ايش الخشونه غادي ندي النظام يولي تهدف ديال المواطن قوا ديال الرغبه اخمو حقوق الانسان اخمو الديمقراطيه اخمو حق التعبير الدكان شي الدكان البشاره شو فيهم مازال عاد تندي النظام عاد وان فهم يودي تقوى ماشي رجل اخلاقي نك رجل ملي حواريني رجل عنفي اسيني هو عنفي ما هو عنفي وهو ذا الرسام ماشي الحوار قوان قارص يتحمل المسؤوليه وما راه كاش الكارثه قد باش هادي الشعب ديال ديال النار قد كا الكارثه تنقر شو زعما رخزاك وذا الميلي توكا شو زعما ديال سجل غير على عمو نشين كارثه تنقر تيوقع بسم الله الرحمن الرحيم الشاور الخيس النار يحرم الزنقه 10 يتجر يعني شي نتاع انا جن البطش دمقرا من طرف القائد المقاطعه الثانيه زائد الباشا المدينه والعامل الاقليشيني ما راهو غندو شي نبوش الحاج وشي نتسوى على ما رايسن ما يمشي ماشي غنق التجاره غن يعني نتعامل كلشي نور يعني قانونيا يعني القائد اذا ناض يوز طريقه همجيه طريقه وحشيه يوز تسلقه مع تسلقوه يتفضل في حونا غدا خير يوز غادي يكسي السرعه تزيد اخر شي نعرف السرعه يعني عن السرعه يعني وطنيه انتاج وطني نتركز خلية العامله مارس الشباب هنا ما وزن يعني ناني البيطالي اذا نديت ناني البيطالي اذا نديت النظر مين يوزر قايدة مين زين غيوزو ماشي ما نوزو يعني انا حناني يعني غا البيطالي نقيم السمكة اش نساز نخدم انت دياس يعني باش هادي يسبي بنادم انت يعني كان انه رجل سلطة ويخصبو يسب بنادم يعني انت دي سب يعني مواطن عادي وانت يعني تكسير القدوة خاصك تلقاو قائد مقاطعة حشومة قاعدة وهادي اللي قائد المقاطعة قاع يقصد يعني هذا الانسان هذا الانسان شنو نشنك انسان كيف هنا كي نغي الحوار بلا ما يقاس نمشي نوزو الحوار الزايش تلقاش كنيو كنيو نحس بقاع مين انا تضمن لي قاع نتمنى ان شاء الله في بريطانيا توضي يعني غا الوزاره توضي وضاني بقرا ان شاء الله باننا نمشي نتعانى ندي النظر كاننا نمشي نتجار زنقة 10 من كل يعني التجار ما راضي ندي النظر ما تمارس التجاره رسم قانونيه الا نشين رقايدي كا غامو الباشا يامو كلشي يامو ما يمينشين قول شي المواطنين المغربيين غنغ جنسيه مغربيه ونزو نشتي نجي الحق هو حق العمل نزو الخدمه هنا هاتي ان شاء الله.